السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كيف الحال عمتي والبسالي؟ بارك الله فيك بنتي. كيف الحال؟ أشكرك جزيلا على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك للا سليمة. والله أبقى أشكر فيك، لن أستطيع أن أشكرك لأننا استفدنا منك الكثير. والله دائما أدعو مع والديك، مع الوالد بالرحمة والبصرة، مع الوالد بالصحة والعافية وطول العمر، لأن لم أنجب لنا هذا الرجل الفاضل نور حياتنا. نسأل الله العلي العظيم أن يجازيهم عنه خير الجزاء. الله 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 يحفظك بنتي، الله يعلي مقامك، الله يعلي شأنك للا سليمة. بارك الله فيك عمتي السيد. أنصح نفسي والمستمعين بطريقة فعالة جدا لاستجابة الدعاء. الإنسان عندما يريد أن يدعو ربه أول شيء لا يكون في قلبه حقد ولا كراهية، والجميل أن يتجدأ ويصلي ركعتين خاشعتين أو أكثر، ثم يناجي ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي. نعم نعم يا سليمة، كلام جميل. للأسف انقطع الخط مع أختنا جميلة، وكلامها الجميل فعلا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أن الدعاء ربي عز وجل يفتح له السماء، ولكن بشروط أن الإنسان قبل ما يدعي الله تعالى كما قالت لاله سليمه يطهر قلبه من الكراهيه. كي اللي كيدعي الله تعالى وقلبه عامر بالكراهيه وحب الانتقام من اهله وذويه او اقاربه او شركائه او زملائه في العمل او جيرانه، فربنا عز وجل لا يأبه للقلب الممتلئ بالكراهيه. لابد ان تكون قلوبنا فيها رحمه، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، نتجاوز الغل. ما تسوى الدنيا، ما تسوى، لا تسوى شيء، عفى الله عما سلف. طهر قلبك من الكراهية. ثم قالت لاله سليمة لابد أن نناجي الله تعالى بأسمائه الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى هي مفاتيح، هي بحال ديكود. ربنا عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وهذه الخزائن هي مغلقة ومفاتيحها بيد الله، وهي أسماء الحسنى. كل اسم إلا وهو مفتاح. فلما نردد واحد الاسم معين، يا جواد يا كريم، أو نقول يا باسط، الباسط كتسمى عبد الباسط، الباسط يبسط الله الأرزاق ويبسط الله الخيرات ويبسط الله الكرامات. ندعو الله بأسمائه الحسنى، ثم نتشفع له بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ومن يدري، قد يكون عندي من الذنوب والخطايا ما يمنع عن استجابة الدعاء، فأتوسل إلى الله تعالى بنبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال لنا سبحانه وابتغوا إلى ربكم الوسيلة. إذا لقيت بأن عندك عكوسات في الدعاء، ابتغوا إلى ربكم الوسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ أنك تتوسل إلى الله تعالى إما بأسمائه الحسنى، وإما تتوسل إليه بأعمالك الصالحة، أو تتوسل إليه بالصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا هذا الكلام اللي قلته للا سليمة هو كلام سليم وكلام جميل. أصلح الله بالك يا بنيتي، وجعلك الله تعالى مع نساء النبي المصطفى ومن حوريات الجنة، وبارك الله في والديك وفي أهلك وأحبابك، وأصلح الله تعالى بالك. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.